أنا أعتقد بايدن لعبها صح، وأحسنت يا أستاذ أحمد على هذه القناعة، وأعتقد أنه هو يذهب باتجاه دفع إيران بقوة للعودة للاتفاق النووي بخلق حالة من الضواغط الجديدة، يعني وكأنها حرب باردة، يعني انسحاب من أفغانستان فترك إيران في يعني على حدودها 900 كيلومتر بين الحدود الأفغانية. طبعا هذا بيها تجار مخدرات يا استاذ احمد، الممرات مال تجار مخدرات، بيها داعش ودوله جماعه خراسان، بيها ممرات يعني خطره، يعني ترعب ايران حقيقه، تخيف ايران. الحضور الامريكي في داخل افغان كان مهددا استراتيجيا لايران، ولكنه كان ضامنا امنيا للحدود الايرانيه ولداخل ايران، ولذلك لم تحصل في تلك الفتره اي خروقات ارهابيه في الداخل الايراني. صحيح هذا يحسب للامن الايراني في تلك والمخيله السياسيه الامنيه الايرانيه، ولكن ايضا الحضور الامريكي، كان الامريكان يقاتلون بمكانهم، يعني فحامين روسيا وحامين الصين وايران. بايدن اجى قلب المعادله، يعني اخرج القوات بسرعه، لا باس ان يقول من يقول ان امريكا انهزمت والخروج المذل، لم يركز على هذا الموضوع وذهب بإحراج المنظومة الشرقية وإيران على رأسه. فأنا أتخيل أنه يجب يعني اتجاه إيران بالاستعانة بفريق المحافظين ورئيس، لأنها لا تفهم، أعتقد أنهم لم يفهموا بايدن، هم كانوا يعتقدون أنه هو نفس بايدن الذي صاغ الاتفاق النووي في عهد أوباما. لا، هذا بايدن يعني هو شكل بايدن، ولكنه رأس ترامب، يعني نفس ما فعله ترامب. فإضافة لأنه يمتلك الخبرة الكبيرة، يعني ليس منفعلا ويمتلك خبرة في العمل بالكونغرس، مجلس الشيوخ هو يعتبر من أهم النواب يعني وأقدمهم، يعني فلذلك يمتلك الخبرة. لذلك هو، أنا أعتقد على إيران أن تحاول أن تلتقط الإشارة أو الرسالة وتعيد ترتيب الأوضاع، وإلا الوضع سيزداد سوءا في الداخل. هناك رسائل إسرائيلية أيضا مثيرة بعد كل هذا اللي شفناه من التحالف وغيرها. الإسرائيليين كشفوا تفاصيلا دقيقة عن الروبوت القاتل الذي قام باغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده عبر الأقمار الصناعية وبطريقة مثيرة للغاية هوليوودية. كذلك يعني كشفوا أيضا أو اليوم عادت التفجيرات من جديد على أنبوب غاز في غرب الأحواز وقتل اثنان، عودة للتفجيرات من جديد. هل تعتقد، يعني السؤال هنا، يعني ما الذي يريده الإسرائيليون من هذه التفاصيل؟ ما هي الرسالة هنا؟ يعني برأيك هل هم يريدون أن يخربون شيئا أم يضغطون على إيران أكثر؟ هم يريدون أن يضغطوا على إيران أكثر، وهذه حرب مشاعة أستاذ أحمد. يعني موضوع السيد زادة هو قتل قبل سنة تقريبا، قبل أشهر طويلة، نعم. لذلك ليس جديد الموضوع، ليس جديد، ولكن محاولة تذكير الإيرانيين بهذا الموضوع هو اللي بث الرعب وحرب الإشاعة والدعاية. أنا أعتبرها ليس لها علاقة بما يجري الآن في الواقع. مقتل زادة هو في وقت سابق وانتهى الموضوع.